نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض المساجد تؤخر إقامة صلاة المغرب إلى نصف ساعة تقريبا، فهل يجوز هذا؟ وما الأفضل بالنسبة لصلاة المغرب؟ الأفضل أن يبادر بها في أول الوقت، هذا الأفضل، ولا تؤخر إلا لعذر، إذا كان هناك عذر يجوز تأخيرها إلى يعني داخل الوقت، تأخيرها داخل الوقت ما هو بإخراجها عن الوقت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.